ولمناقشة ملف الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على المواطن العراقي معنا من بغداد الخبير الاقتصادي عبر سكايب سيد ماجد الصوري، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا. دكتور، عندما يؤكد المستشار المالي لرئيس الحكومة في بغداد بأن حكومته لجأت للاقتراض لتأمين رواتب شهر آيار الجاري، كيف يمكن تقييم السياسة المالية الحكومية إذن؟ عزيزي، أعتقد أن المسألة اللي مطروحة في الوقت الحاضر هي ليست توفير الأموال، وإنما المسألة المطروحة والتي يجب أن تتم هي كيفية تخليص النفقات. وأعتقد أن هناك توجه مهم جدا لدى الحكومة في الوقت الحاضر ولدى مجلس النواب هو تقليص مخصصات الموظفين، وخصوصا بالنسبة للدرجة، ومن الممكن أن تصل تخفيضات هذه إلى حد 12 إلى 13 تريليون دينار. لكن المسألة الأخرى اللي هو التوجه نحو الاقتراض، طبعا هناك عدة وسائل لتوفير الأموال ومن جملتها وسيلة الاقتراض. الاقتراض إذا أخذنا وعاء الاقتراض في الوقت الحاضر الداخلي والخارجي نرى أنه تقريبا فارغ. يعني العراق الآن لديه دين عام داخلي بحدود 35 مليار دولار. جديد بحدود 35 مليار دولار. لكن المشكلة الأساسية هو هذا التباطؤ في النمو، أو مو التباطؤ وإنما التراجع الكبير في النمو الاقتصادي العالمي، جعل هناك شحة في الأموال المتوفرة للاقتراض داخليا وخارجيا. ولذلك المسألة اللي مطروحة عملية الاقتراض أعتقد هي عملية ممكن أن تتم، ولكن لن تعطي أموال. طيب، ما رأيك فيما تتذرع به الحكومة من أن انخفاض أسعار النفط هو السبب في هذه الأزمة؟ عزيزة، المسألة هي ليست آنية، وإنما هي متوارثة من فترات طويلة جدا، وخصوصا فيما بعد 2003 اللي ارتفع فيها عائدات النفط. كان التوجه الأساسي للحكومة من أجل زيادة الطلب وتفعيل النشاط الاقتصادي هو التوسع في النفقات الجارية والتوسع في التوظيف. يعني احنا نعرف انه كان حدود يعني الموظفين ما كانوا يتجاوزون 850 ألف موظف في الدولة بما فيهم الجيش، الآن بحدود 4.5 ملايين موظف، هذا على المتقاعدين اللي هم بحدود 3.85 ملايين، يعني بحدود 4 ملايين موظف متقاعد. إضافة إلى ذلك أن الذين يتقاضون رواتب المنافع الاجتماعية، مو المنافع وإنما المساعدات الاجتماعية، هم بحدود 1.3 مليون. يعني دولة موظفين فقط. للأسف الشديد المفروض أنه هذا العدد الكبير اللي يفوق 10 ملايين إنسان الذي يتسلم الرواتب، المفروض أنه يعيشون 50 مليون إنسان، حسب النظرية اللي تقول أنه الموظف الواحد أو يعني الراتب الواحد ممكن أن يعيش خمس أفراد، والعائلة مكونة من 5 أفراد. ولذلك المسألة اللي مطروحة أنه هناك هذا، طبعا العيش اللي موجود أكثر من 10 ملايين ممكن يعيشون 50 مليون، لكن للأسف الشديد لحد الآن الفقر، خط الفقر في العراق، الذين يعيشون تحت خط الفقر هم حسب تصريحات أنه الأمم المتحدة ستصل إلى حدود 40% من الشعب العراقي، وخصوصا بعد الجائحة فيروس كورونا. ولذلك المسألة اللي مطروحة هي ليست مسألة موارد مالية. يعني الموارد المالية اللي دخلت العراق لغاية نهاية نيسان 2020 هي بحدود 970 مليار دولار من النفط فقط، عدا الموارد الأخرى، عدا القروض، عدا المساعدات، عدا المناح.
فقط من الولايات المتحدة الأمريكية دخلت 60 كأنك مليار تريد أن تقول سيد مجد أن المشكلة في سوء إدارة هذه الأموال وفي أولويات الحكومة، يعني هناك سوء إدارة المالية العامة للعراق، هذا هو المسألة الأساسية. نعم. ولذلك التصحيح هذا المسار هو ضروري جدا. أولا التصحيح يجب أن يكون باتجاهين، الاتجاه الأول هو التخفيض إلى درجة كبيرة من النفقات التشغيلية وبالأساس التخلص من تعدد الرواتب للموظف الواحد والتخلص من الفضائيين، هذا من ناحية أعتقد هذا سيوفر مبالغ كبيرة جدا تفوق الـ 20 مليار دولار. لكن المسألة المطروحة الآن هي هذه إجراءات سريعة ويجب أن تتم خلال شهر أو شهرين بدون تردد، لكن المشكلة الأساسية هي هل الجهاز الإداري اللي موجود في العراق في الوقت الحاضر قادر على فتح هذه أم لا؟ لأن المسألة الأساسية الفساد الإداري والمالي نخر المجتمع العراقي ونخر الجهاز الإداري، لذلك المسألة الأساسية المطروح في الوقت الحاضر هو لابد للدرجة الأولى. لأن هناك نقطة أخرى سيد ماجد الصوري، هي أن هذا البلد النسبة الأكبر فيه من موازنته تذهب للأمن. لا لا عزيزي، هو نسبة الأمن ما تتجاوز ال 15 إلى 20% نعم. في أحسن الأحوال. لكن المشكلة الأساسية أن تأخذ هي الفساد الإداري والمالي، ترى ليس فقط في النفقات الاستثمارية، الفساد الإداري والمالي هو بشكل أساسي في النفقات التشغيلية، لأنه هذا التضخم الكبير في النفقات التشغيلية بحيث وصل معدل الرواتب والمنافع والامتيازات إلى حدود 63 تريليون، هذا الرقم الجديد اللي قالوا إلى حدود 63 تريليون دينار، والرواتب الموظفين اللي موجودين هي بحدود 48 تريليون، 14 تريليون راتب أساسي و28 تريليون مخصصات. هذه نفقات هائلة وطائلة لا يمكن لأي دولة أن تتحملها، وخصوصا بالنسبة للعراق. يعني المسألة الأساسية هو سوء الإدارة الاقتصادية وسوء التصرف في الموارد المالية، الإدارة المالية التي لم يستطيع العراق. شكرا شكرا جزيلا لك السيد ماجد الصوري الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من بغداد، شكرا لك.